هذا واحد من المعلمين كنا باختبار و يعني تعرف بعض الأحيان الواحد تزل معه شوي. في واحد من الطلاب وراء تكلم مع أخوية دل على الكلام التربوي اللي قاله. ناظر في خوية تكلم معه إلا المعلم قبس، أعوذ بالله نار موقدة، الصوت على شيء درجة الوكية، زعل زعل تقول يا ولد أنت سابة ولا مختي عليه، مو بزعل واحد غاش مصيبة به بكل بساطة إنك تقوم وتشق ورقته وتقول الصف وتقول طلع برا عادي يعني. بعدين الاختبار شهري هو ما هو نهائي، أقول لك زعل زعل أي الرجال ينظرها أبعاد كثيرة. إحنا علاقتنا مع الأستاذة طيبة، علاقة إخوان مع بعض والثقة يعني كبيرة، ونحن نختبره على جواله مرة ما في عنده 1% إننا بنغش. لما يمر علينا كلنا يأخذ أوراقنا ويشققها من طلب الزبالة ويرجع. شوف إحنا بداية الحصة، الحصة 45 دقيقة، حول نص ساعة ما حد قال كلمة، كلنا جالسين كذا، هو جالس كذا زعلان ساكت. يوم قرب يرن الجرس حق الحصة، خلاص تنتهي الحصة، قال بقول لكم شيء، أنا ما تهمني الدرجات، يعني ما تهمني لو أعطيكم كلكم 100 ما عندي مشكلة، ولا يهمني، أنا يهمني الضمير، الضمير كذا كان ميت بينك وبين ربك، إذا ما كنت يعني تخاف من ربك أتخاف مني، هذه آخرتها أنا أثق فيكم الثقة ذي وتغشون، أنتم رجال، أنتم. قال الكلام اللي فعلا يخليك تندم وأنت ما سويت شيء، يعني أنا ما يدخل تندمت، انقهرت، ودينا ما شاف عندنا الموقف ذا. قال اختبار ذا ماني مختبركم، كلكم ناجحين عشان تعرفون الدرجات ما تهمني. طلع من هالباب يو والله يا درس درس كل ما وجهك يا ولد، اقول يا كل ما وجهك شيء ما اقدر نتكلم، خلاص كل واحد يبعد لسانه. الحصه اللي بعدها الاستاذ يشرح، ما احنا طيبين ما احنا معه يا ولد. اذكر بعض